مرة ثانية نعود، لأنه الحقيقة ضفتي الكلام عن التعليم مهم. ضفتي هي النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب وعضو لجنة التعليم بالحوار الوطني. وزي ما قلت لحضراتكم، التعليم يعني مصر شكلها عامل ازاي بكرة. خليني أرحب بضيفتي. مساء الخير أستاذة صبورة. سيادة النائبة، مساء الخير، ومساء الخير على جمهورك العظيم. وفرحانة قوي ان انا في ماسبيرو، على فكرة انا كمان فرحانة بوجودك. اني بحب ماسبيرو ده قوي، ومين ما يحبش ماسبيرو طبعا الاساس. طيب خليني كده يعني اقول لك انه يعني ماذا يريد المواطن من التعليم الحقيقة. يعني الناس تعبت من فكرة انه طب عايزين نطور التعليم، طب عايزين نبص على المناهج، طب عايزين نشوف ده في التعليم. يعني تبني كمان الحوار الوطني هذا الملف، وانا بعتقد ان هو من اهم الملفات الحقيقة. فقولي لنا اهم المحاور اللي اتكلمتوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا امين مساعد حزب مستقبل الوطن لمحافظة الجيزة، واللي انا بتكلم فيه دي رؤية الحزب ورؤية اعضائه. والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم النهاردة قدم توصيات وقدم الموضوع ككل اللي هي رؤية الحزب، وأنا هبقى في نفس السياق لأنها إحنا لبمنا الموضوع كله على بعض. أولا قضية التعليم قضية قومية، قضية مهمة. سيادة الرئيس بنفسه عمل عام للتعليم، عمل مبادرات كتيرة جدا جدا إنه نطور التعليم، عمل مبادرة 150 معلم لنقص المدرسين. يمكن ايد سيادة الرئيس معانا هامة جدا، وبتدينا دفعة وبتخلينا نبقى مطمنين ان احنا من اوليات الدولة. النهاردة كان يحتوي الموضوع اولا على تشريعات جديدة، تغيير القانون 139 لسنة 81 عشان يتلائم مع المدريات التعليمية أو وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، لأن حضرتك عارفة أن التعليم بينشق ما بين سيادة المحافظ في محافظة أي محافظة طب. وفي نفس الوقت وكيل الوزارة بيبقى بيشتغل مع المحافظ ومع الوزارة، وأحيانا بيبقى في تضارب ما بين الجهتين. إحنا طبعا بنغير يعني طالبين في المحور بتاعنا انه يتغير القانون عشان تبقى الامور مرنه ويحصل توافق ما بين الجهتين، سواء وزاره التنميه المحليه او وزاره التربيه والتعليم. بنطلب دعم المعلم وتكمله تدريبه للتطوير التعليمي اللي تم، اللي هو من رياض الاطفال الى خمسه ابتدائي، ده العام تقريبا اللي انقضى، هيبتدي ندخل ان شاء الله للصف السادس الابتدائي، تبقى مرحله الابتدائي كلها اتطورت، وبعدين ندخل على المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية. أي شغل في الدنيا ممكن يخلص في سنة، في سنتين، في ثلاثة، وأشوف الناتج بتاعه. أما العمليات التعليمية لازم نشوف الناتج بتاعها بعد 14 سنة. اللي هم يعني سنة. جيل، بنتكلم على جيل كامل. هي دورة تعليمية. دورة من تعليمية. من رياض الأطفال لغاية الثانوية العامة. دول 14 سنة. هشوف التطوير الحقيقي للطالب المتخرج من التطوير التعليم لما يوصل الطالب اللي دخل عندي اولى رياض اطفال لغايه ما يتخرج من الثانويه العامه، هنلاقي خريج مختلف تماما. واصرينا برضو على انه يتم تدريب المعلم في هذه المناهج، وانه يكون عنده درايه ويكون عنده يعني امكانيات ومهارات تتلائم مع التكنولوجيا، تتلائم مع طبعا، لانه كمان يعني احنا النهارده مثلا بنتكلم على الذكاء الاصطناعي، لو انا استغليته كمان في التعليم ده هيبقى حاجه حلوه قوي. طبعا احنا التطور التكنولوجي بيجري قبلينا، فلو كان التعليم كمان لازم يجري معايا. يعني فكره ان انا افضل اشتغل على التطوير طول الوقت دي حقيقه. احنا النهارده يعني التابلت اللي موجود، وان الولاد يبقى عندها مهارات وتقدر تبحث وتقدر تشتغل في اي موضوع، ده اضافه للطالب بيزود من امكانياته. عندنا التعليم الفني والتطبيقي. طب قبل ما نوصل للتعليم الفني، لان ده مهم جدا انا عايزه اتكلم فيه بشكل كبير مع حضرتك، ولكن انا عايزه يعني احنا عندنا مشكله، خلينا نتكلم بمنتهى الحريه والصراحه لانه ده منبر حر جدا. فاحنا عندنا مشكله لما بيتولى حد وزاره التربيه والتعليم بيبقى عنده يعني خطه عمل متكامله، وبعدين يمشي هذا الوزير
ندخل مع وزير جديد بخطة عمل تانية، امتى هيبقى عندنا خطة عمل متكاملة واحدة حتى لو تغير المسؤول؟ لا المرة دي مفيش كده، مفيش كده. اولا دي اول ده اول حاجة. اذا نحن نملك خطة عاملة كاملة دون الحاجة الى تغير المسؤول حتى لو تغير المسؤول. لا هو الدكتور رضا حجازي ابن الوزارة، تمام، متربي في جواها من اول ما كان مدرس، راجل مسك مناصب كتيرة لغاية ما بقى نائب وزير، يعلم تماما كل ما كانت الوزارة تعمل في تطوير التعليم. ومكمل وطلع هو وقال كذا مرة، قال لك احنا مكملين، مفيش تغيير للسياسة التعليمية اللي اتبنت يعني. لا خالص، ده اتصرف عليها مليارات، فمش هينفع ان احنا هنرجع يعني. وبعدين خلينا كمان صراحة، احنا كنا قبل 2014 احنا ما كانش عندنا تعليم. ايوه على الإطلاق. إحنا كنا وصلنا إنه في تسريب كتير جدا، في الولاد بيطلعوا لغاية تالتة إعدادي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا. أيوة. إحنا عندنا مصايب في التعليم. هل حطينا خريطة المحافظات في الحوار الوطني واتكلمنا والخريطة تحت إيدينا، نسب التعليم ونسب التسرب ونسب؟ طبعا طبعا، الإحصائية دي موجودة وموجودة. إحنا عندنا كم مدرسة حكومية وعندنا كم مدرسة خاصة، عندنا كم معلم بيشتغل في التعليم العام وكم مدرس بيشتغل في التعليم الخاص، عندنا كل الإحصائية اللي بتقول إحنا ماشيين على أنهي اتجاه. تمام. النهاردة إحنا بنطلب دعم المعلم. المعلم يهمنا جدا جدا جدا. أيوة. لانه هو آلية التعليم، لا يعني ما نقدرش نقول عندنا آلية تعليم بدون معلم. صحيح. فطالبنا بدعمه وزياده معاشه وزياده حوافزه، وخصوصا المتدربين اللي شغالين في التطوير. دول ليهم حافز شهري وليهم يعني مبالغ اضافيه على مرتباتهم، لان ده المدرس اللي انا عايزه احافظ عليه وعايزاه يكمل معايا. طب طيب. نروح للتعليم الفني؟ هنروح للتعليم الفني، بس أقول حاجة مهمة قوي للمعلم. المعلم لو أنا حتى مش قادرة أديله النهاردة الماديات اللي تكفيه، لازم أديله المعنويات اللي تساعده. تمام. يعني لازم أدي للمعلم قيمته ومقامه في إنه يكون شخص قبل المعلم تبجيلا، قد كاد المعلم ان يكون لازم رسولا. لازم يعني انا لما اشوف ان المعلم دوت واخد مكانته الاجتماعيه السليمه ومدياله قيمته اللي يستحقها، صدقيني هتفرق كتير معايا جدا جدا جدا، بجانب الماديات، لكن دي اهم من الماديات. تمام. احنا طول عمرنا بنقدس ونحترم المعلم. انا سمعت كمان انه في فكره كمان عشان التسرب من التعليم، لان انت عندك قرى كتيره جدا بالذات في البنات، البنت مثلا بتوصل لحد ابتدائي المدرسه على بعد كيلومترات كتيره جدا فما بتكملش، بس انا سمعت انه سينتقل التعليم الى القرى النائيه، يعني هيبقى في تعليم متنقل عشان ما نعانيش تاني ونقول بقى اميه ونرجع نقول محو اميه. فلازم ندور على طرق ان احنا ازاي نجذب الاولاد للتعلم، لاني برضو يعني عدم وعي الاهالي واستسهالهم عامل نقص كتير في طبعا. والنهارده كان من ضمن المقترحات ان احنا اقل وقت في العالم كله، اللي هي الاحصائيه بتاعت ايام التعليم بتاعتنا اقل ايام. ليه؟ الام عايزه ترتاح، مش عايزه تقوم الصبح بدري، مش عايزه تنزل طبعا. الطالب بيفرحوا بالاجازات. يعني انا بستغرب جدا جدا ايه الـ يعني الميزه ان انا ابقى فرحانه بالاجازه، وان احنا نفضل نحرت عشان نعلم الولاد ونسيبهم في البيت فتره ينسوا اللي اتعلموه. صحيح. غير يعني ده لازم برضو يبقى في توعيه لولي الامر ان الطالب ده لازم يبقى مستمر في العمليه التعليميه، ما ينقطعش عنها. انا هنا عايزه اسالك سؤال تقني بقى، يعني حضرتك نائبه وموجوده في الحوار الوطني، وبعدين لو في اي اضافات هتروح هذه الاضافات من الحوار الوطني الى البرلمان مره ثانيه، ايه اللي تتمني يروح بسرعه للبرلمان من التوصيات اللي انتوا اتكلمتوا فيها في الحوار الوطني خاصه بالتعليم؟ عندنا توصيات كتيره جدا. عندنا توصيات المرونه في المناهج عشان تفضل ما نقعدش كل شويه نغير، يبقى في دايما اب تو ديت، لان يعني مرونه اللي هو لو في جديد انا ممكن احط الجديد، اقدر احذف واقدر اضيف. صحيح. عندنا كمان توصيه لدعم التعليم الخاص، لانه ما ينفعش ان احنا نبقى مستبعدينه وهو
في ركيزة كبيرة جدا، في حوالي 10,000 وشوية مدرسة، بيشتغل في 2 مليون في طلبة، 2 مليون وشوية، في 116,000 معلم ومعلمة بيشتغلوا فيه. فطبعا ده قطاع مهم جدا جدا، ومحتاجين من الدولة دعم هذا القطاع ليقدر يؤدي عمله بشكل مظبوط. في عندنا كمان توصية اللي هو الحفاظ والتطوير وعمل تكملة لمدارس ستيم. مدرسة ستيم دي مدرسة الولاد العباقرة طبعًا. اللي هم بيدخلوا بعد امتحان الإعدادية بيعصروهم، والولاد فعلا مبدعين والولاد فعلا باحثين، فعايزين نخلي اتجاههم يبقى ليهم كليات معينة يكملوا فيها، يبقوا هم دول العلماء بتوع مصر واللي يقدروا ينجحوا في البحث العلمي اللي هو يبقى يدر عليهم مبالغ، وابقى عيني عليهم. انا عارفه ان المدرسه دي فيها الولاد العباقره الموهوبين، وانا يبقى عيني عليهم طول الوقت التعليم. طب انا في وجود يعني استاذه صبوره عايزه اسالك سؤال بيسالوه الناس في البيوت. عندنا مشكلتين، مشكلة ان الولاد بطلوا يروحوا المدرسة، انت تقولي تعرفي ان هو بياخد دروس ومراكز وحاجات كده، والمشكلة التانية الكتاب المدرسي. لا السنة دي قلت حكاية الولاد بعد ايام كورونا، ربنا لا يعيدها. الولاد كانت وحشاهم المدرسة وحشاهم زمايلهم، فالحمد لله ابتدت نسبة كبيرة جدا. ايوه لانه فكرة انه طالب قاعد بمزاجه في البيت والمدرسة شغالة وهو ما بيروحش، دي فكرة غريبة جدا. لا 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 اتعالجت ولحد كبير قوي قوي بقت ضئيلة جدا الغياب. الحاجة التانية أنا كنت بتكلم في مدرسة ستيم وإن احنا عاوزين يبقى لها طريق في التعليم العالي غير خالص الهندسة والطب العادي والصيدلة والكلام ده، لأن هو بما إنه من الأوائل وكده لما بيجي يدخل مع قرينه اللي متخرج من الثانوية العامة وجايب مجموع كبير يتساوى ده مع ده، وبيبقى احنا ضيعنا على نفسنا المبالغ. فانت عايزه تاخدي المبدع والموهوب ده يبقى له اتجاه تاني. الطالب يعني ده بيصرف على الدوله 50,000 جنيه الطالب الواحد، فازاي انا اهدر كل الاموال دي وما بقاش اكمل معاهم مشوار التفوق العلمي اللي هم ابتدوه؟ مظبوط. ده دي توصيه. التوصيه الثانيه مدارس النيل. احنا شهاده النيل الدوليه دي شهاده واخده اعتماد من كامبريدج على اساس انها شهاده زي شهادات الفرنسويه والالمانيه يعني شهاده عالميه. ايوه. فاحنا برضو نفس الشيء عايزين ندعم سياده الرئيس، يعني وجه بان يبقى عندنا 120 او 110 مدرسه، لغايه دلوقتي عندنا حوالي 9 مدارس. فطبعا لسه لازم نكمل. وبالتالي المدارس دي لما تبقى قويه هتدخل للجامعات فتعلي الرانكينج بتاع الجامعه طبعا، فتخلي الجامعه كمان يعني في ترتيب عالمي، فترجع تاني ترتيب الجامعات المصريه عالي زي ما كان. وبعدين بنعلم كمان يعني بنعلم اولادنا اللي هم الطبقه المتوسطه اللي مش هيقدروا يدخلوا دولي بمئات الالوف، ان هم التعليم الشهاده الدوليه المصاريف بتاعتها معتدله ومعقوله، ويقدر يعني الطبقه المتوسطه يكملوا مع اولادهم في شهاده النيل، وهتبقى ليها عائد كويس قوي سواء على المدرسه وعلى الوزاره وعلى الطالب نفسه. ده كلام رائع. طيب الكتاب المدرسي بقى. الكتاب المدرسي موجود. ولما احنا قلنا في تطوير في من اول رياض الاطفال كلها كتب، ولكن التكنولوجيا بجانب الكتاب. يعني احنا لغايه دلوقتي ما نقدرش نمسك الطالب اللي داخل من رياض الاطفال نقول له ما تكتبش وما تقراش، ما ينفعش. أيوه. فلازم يتعلم الكتابه ويتعلم القرايه ويتعلم الاسس للتعليم، والتابلت او التكنولوجيا مكمله للكتاب المدرسي. تمام. يعني دي خلينا نقول نسميها دي الطرق الحديثه اللي هي هيبقى ماشي فيها، مش بس الكتاب ولكن هيبقى على التابلت وهيبقى برضو بيكتب زي ما كان. طبعا هو بيبحث على جوجل او على اي معلومه هو عاوزها بجانب المعلومه اللي عنده في الكتاب. هو تمام. بيضيف لمعلوماته، هو بيوسع ادراكه. تمام. النهارده واحنا بنتكلم يعني ساعات كنت بقول انه بقى عندنا اماكن كتير، يعني هل ممكن، وحضرتك قلتي حاجه خاصه بالمناهج ان المناهج يكون فيها مرونه تقدر تتطوع. طب لو انا مدرسه مثلا، مش عايزه اقول منطقه نائيه، بس عايزه اقول مثلا انا مدرسه في محافظه بيغلب عليها طابع السياحه، ممكن اضيف ماده للطلاب اللي موجودين في المحافظه دي علشان يبقوا هم
شبه بيئتهم. انا مثلا في دمياط فمعظم الاهالي بتشتغل في الاساس، صناعة الاساس طبعاً. فممكن هنا بعيدا عن التعليم الفني ويبقى بالتالي انا برضو انا شبه بيئتي، يعني انا بنت دمياط بشتغل مع اهلي في الاساس فممكن اتعلم حاجه شبه بيئتي تخليني برضو قويه. هل ده ممكن يبقى مطروح؟ احنا عاملين النشاط المدرسي ليه؟ احنا ممكن بقى نضيف هنا لما نعمل للولاد حاجه من ضمن البيئه بتاعتهم، سواء في اسوان في اماكن معينه ليها طبع خاص، وادخل في اليوم الدراسي ده اليوم النشاط المدرسي ادخل حاجه من البيئه بتاعته، فده انا ببقى معاه. في المناهج نفس الشيء، لما انا اعمل ماده معينه سواء في يعني لو هي محافظه زراعيه احط حاجه تخص الزراعه، لو هي محافظه سياحيه احط حاجه خاصه بالسياحه، بالظبط، وهكذا. في لو منتجع صحي احط حاجه بالنسبه للصحه، صحيح، وهكذا وهكذا وهكذا. فاحنا عندنا ما شاء الله البلد مليانه محافظات، صحيح، فيها يعني وهنا هتنفع جدا فكره مرونه المناهج طبعا. طيب يعني عشان الوقت بقى التعليم الفني. طبعا. التعليم الفني اللي هو احنا بنتكلم فيه بقالنا، الدوله قدمت فيه دلوقتي مدارس الحقيقه تطبيقيه بتعود 41 مدرسه دلوقتي تطبيقيه. وهنا هسالك، يعني اولا بقى فيه اكتر من دور، مش بس المدارس اللي بتقدم، احنا كمجتمع، الاعلام، كمان البرلمان. يعني لازم كلنا نشترك عشان ترجع نظره المجتمع للتعليم الفني نظره صحيحه. هي كان الاول طبعا التعليم الفني كانت الناس بتبص له يعني باستهانه جامده جدا، لانه كان اللي جايب مجموع صغير في الاعداديه بيدخلوا لانه ما كانش قادر يجيب مجموع الثانوي العام، بالزبط. فكان باب خلفي ان هو يخش وبعدين ياخد دبلوم، ولو دخل حتى كمل معهد عالي او دخل حاجه تانية ندره اللي بيكمل والى اخره. كان بيطلع لا منه متعلم تعليم عادي ولا منه متعلم صنع، بالظبط. فكانت يعني خريجي الفني والصناعي والتجاري انا شايفه انهم كان مضيعه للوقت وغير متعلمين بالمرة. وكان في نصره من المجتمع انه ده مش تعليم عالي طبعا، فدي لازم تتغير كمان. فالنهارده لا، النهارده حضرتك لو ما اشتغلناش بايدينا مش هنتطور. ومصر بلد الصناعيه الحلوه، احنا لازم يكون عندنا فنيين. انا يعني حاجه، يعني انا رحنا الجامعه اليابانيه وكان رئيس الجامعه السابق قال لنا كلمه لذيذه جدا، قال لنا انا عندي ديزاينر كتيره قوي لكن ما عنديش تقني، ما عنديش واحد بيصنع بإيده. فاحنا المفروض ان احنا نبعت بره ناس تتعلم المهارات اليدويه اللي بايديها عشان يبقى عندنا جانب نظري وجانب عملي، اللي تمام. هو الناس تشتغل بايديها. يعني انا لو قلت عايزه النهارده اعمل مثلا حاجه في مثلا في الملابس، لازم اروح اجيب حد من الناس المشاهير اللي بيشتغلوا ناجحين عشان يدخلوا يعملوا معايا برنامج اقدر من خلاله، لان ده بينفذ بايديه. ايوه ده بس حضرتك تفتكري انه الاجيال، يعني اجيال جدتي وكده، كانوا بيدرسوا تطريز والحاجات دي، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي. فاعتقد لما ده يعود والناس تدرسه تاني ويبقى ليه نفس القابليه بقى العالميه والخطوط الحديثه هيفرق كتير. احنا عندنا، انا دايما اقول عايزين نبعد عن بليه ونبعد عن انه يبقى عندنا بس زخرفه كانت، وكان عندنا كهرباء، كان عندنا كام قسم كده عجائب غيره. فانت عايزه كل ما يهم التعليم الفني، صناعه الحاجات زي تايلاند وزي ماليزيا، يعني احنا عندنا لازم يتوسع الافق بتاع العمليه بتاعه التعليم الفني في مجالات كثيره. لما عمل السويدي مدرسه والعربي عمل مدرسه، الولاد دخلت تتعلم الحاجات دي، ما دخلتش تتعلم حاجه ثانيه. أيوة. فهو ده الميزه، يعني كانت هو ده الاتجاه، مبادره سياده الرئيس لما بدات اول مدرسه بالعربي، ودي شركه كبيره وشركه يعني دخلت اهم تكنولوجيا في مصر. وعلى سياق دوت ابتدت مدارس كتيره تدخل او شركات كبيره تدخل تعمل مدارس، طبعا هيدرب ولاده هيشغلهم عنده. فدي حاجه يعني مهمه، ان انت بتجهزي الخريج لسوق العمل. صحيح، خلاص انت مش عايزه اكتر من كده. صحيح، هو جاهز وعارف الاحتياجات بتاعت سوق العمل. بالزبط. طيب ختاما بقى النائبه صبوره السيد، تقولي لي ماذا سيقدم الحوار الوطني لحاله التعليم في مصر؟ هو حراك مهم جدا، وتبادل معلومات مهمه جدا، وسمعنا مشكلات ممكن نكون كنا تايهين عنها، وسمعنا مقترحات كانت مهمه،
وكل الاحزاب اتكلمت وكل الدكاتره جامعيين اتكلموا وكل اللي شغالين في وزاره التربيه والتعليم، المجتمع كله اتكلم. فاكيد هنطلع بحاجه مهمه جدا، ان احنا هنبقى عارفين عيوبنا فين ونبدا في اصلاحها. نشتغل عليه، لازم نشتغل عليه، هو ده الخلاصه يعني. يعني هو التعليم ده يهم كل بيت، مفيش بيت ما بيتكلمش في التعليم، مفيش بيت ما فيهوش حفيد او ابن طبعا. صحيح. فهي العمليه التعليميه هي القاطره لتطوير مصر وخروجها من يعني نص نص ده الى ان شاء الله ترجع لسابق عهدها مصر العظيمه. مصر الجديده ليها متطلبات، ومن اهم متطلباتها التعليم. اكيد. انا بشكرك شكرا جزيلا، ويبقى فرصه رمضان القادم نشوف عمل في أرابيسك. فاكرة مسلسل أرابيسك اللي كانت بتتكلم عن حسن أرابيسك؟ طبعا. فنشوف بقى يعني أشكال مختلفة، ويبقى هو ده الدعم الاجتماعي للمجتمع. حضرتك قلتي فكرة جديدة اهي. أيوة يعني لازم يكون في دراما. القوة الناعمة طبعا، القوة الناعمة مؤثرة في الشعوب، واحنا شعب. عارفه ليه؟ لان ده اللي هيخلي الاسر في البيوت، ايوه انا عايز ابني يبقى يرجع يبقى حسن ارابيسك، انا عايزه يبقى كذا. فاعتقد ده دور مهم كمان يعني. يا رب ان شاء الله. يا رب. النائبه صبوره يعني السيد، انا بشكرك جدا، ودايما ببقى عارفه ان انت بتبذلي مجهود كبير. اتمنى لكم التوفيق في الحوار الوطني، نورتيني في التسعه. ميرسي جدا لحضرتك. اشكرك. مشاهدينا بعد فاصل قصير، الحقيقه اخترنا كده ان احنا يكون ختام التاسعه النهارده من خلال يعني كتابات، من خلال رؤيه لكاتبه شابه، نروح معاها في عالم الكتابه ونشوف يعني معاها من خلال تجربتها ازاي هيتم تحويل احد اعمالها إلى عمل فني. الأديبة نورة ناجي بعد تحويل روايتها بنات الباشا إلى فيلم سينمائي، هنشوف ماذا قدمت من خلال حوارات كتيرة جدا كتبتها عن حالات وفتيات كتيرة جدا في بنات الباشا. فصل قصير وأعود معاكم بإذن الله.